ديت الاهم، ان المطلب الرئيسي النهارده محدش بيتكلم عنه هو تسليم السلطه المدنيه، تسليم السلطه لسلطه مدنيه في ابريل 2012. هو دوت المطلب الرئيسي اللي تم حجز المليونيه عليه. يعني اسمح لي استاذ هاني، يعني طبعا اقدرك ولك كل الاحترام، يعني لماذا حركة 6 أبريل وحركات أخرى عندها شكوك في نية المجلس الأعلى للقوات المسلحة في أنه يريد أن يبقى في السلطة؟ يعني ليه دايما في شكوك يعني ورافضين وكل شيء لا لا لا؟ فهمني، ربما يكون غمض عليا في الأمر شيء. يعني اولا احنا مش رافضين وكل شيء لا 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 طبعا، مش كل شيء بنقول عليه لا، احنا بنشوفه ان هو ضد مبدا الدوله المدنيه العصريه بهويه اسلاميه فبنقول له لا. اللي بنشوفه ضد الكلام ده بنقول له لا، فاحنا مش ضد كل حاجه لا، لكن المجلس العسكري كان وعد تسليم الشرطه خلال 6 شهور. يعني اسمح لي، من يعني انتم وكثير من الائتلافات الشبابية من طلبتم من المجلس العسكري بتأخير الانتخابات البرلمانية لأنكم غير مستعدين لهذه الانتخابات وتريدون فترة للإعداد. برضو أنتم بتنتقدوا الحكومة، تقولوا الحكومة مقصرة وإلى آخره. أنتم من أتيتم برئيس الوزراء من الميدان ولم يأتي به المجلس العسكري، يعني هناك أخطاء يقع فيها ميدان التحرير ويحملها للمجلس العسكري. أخروا الانتخابات، لا انتوا عايزين تقعدوا الكرسي حلف عينيكوا وعايزين تمسكوا السلطه. جبتوا رئيس الوزراء، لا مش عايزينه وشلوه. ده كلام حضرتك بتستفسر ولا بتقول؟ لا انا بسالك، ربما اكون انا غلطان. حضرتك اوضح لحضرتك، اول حاجه احنا طالبنا بانتخابات رئاسه قبل مجلس الشعب، ده اللي احنا طالبنا بيه، ده اللي كنا بنطالب بيه، ودوت اللي كان بيطالب بيه 6 ابريل والعديد من القوى السياسيه، وبح صوتنا ان احنا بنقول عايزين مجلس، عايزين تسليم السلطه مدنيه، عايزين تحديد موعد انتخابات رئاسه. وكانت حتى التيارات الاسلاميه ما كانت ضدنا، ولا قالوا لا اصبروا شويه. النهارده هم بيتكلموا بالمطلب اللي احنا كنا بنطالب بيه. فاعتقد دوت يعني المطلب النهارده او الحشد اللي موجود النهارده في التحرير يدل على ان احنا فعلا كان عندنا رؤيه صائبه في مبدا تسليم السلطه او تحديد ميعاد تسليم السلطه. احنا لما بنقول ميعاد تحديد تسليم السلطه يكون بحد اقصى ابريل 2012، يعني بنطالب بانتخابات رئاسه عقد مجلس الشعب على طول، يبقى احنا مش 6 شهور اللي كان قال عليهم المجلس العسكري ان هو يقعدوا في السلطه، لا ده احنا تجاوزنا السنه وشهور كمان يعني. طيب بس مش مسألة اعتراض لمجرد الاعتراض، لا احنا بنعترض على ما نراه يعني من وضع خاطئ لصالح البلد، يعني وضع خاطئ بنعترض عليه عشان صالح البلد، مش عشان مصلحة لينا احنا او مصلحة لحاجة. احنا لما طالبنا بتأجيل انتخابات مجلس الشعب احنا ك 6 ابريل احنا ما نزلناش مجلس الشعب وما كناش هننزل برضه، احنا ما نزلناش دي، وحتى لو كانت اتأجلت برضه ما كناش هننزل، ما كناش بنطالب عشان احنا ننزل، احنا بنطالب بتأجيل انتخابات مجلس الشعب ويجي رئيس مدني الاول علشان خاطر تبقى السلطه سلطه مدنيه. ومن يضمن ان الرئيس القادم قد لا يكون دكتاتورا بلا ضوابط؟ ما هو من يضمن؟ ما فيش دستور ولا في اي حاجه. وبعدين ما هو ممكن يعني يعطي مؤشرات معينه لوضع دستور قد يكون مشابه لدستور 71 الذي اعترض عليه جميع المصريين، او اسوء يعني، وربما يكون اسوء يعني. أليس يعني في الجدول الزمني الموضوع ضمانة ألا يكون الرئيس القادم دكتاتور؟ لا، ما هو ضمانة أن يعني الرئيس القادم لا يكون دكتاتور، فلن يأتي يعني بعد الثورة لن يأتي دكتاتور يعني بعد الثورة إلا إذا كان في. ما تضمنش يا سيدي الفاضل، السياسة ليست فيها ثوابت. السياسة وعلماء السياسة قالوا إنها ليست فيها ثوابت. يعني طبعا الكل وطنيون ونحن نحترم رأيكم ونحترم وجهة نظركم. كنت معنا على الهاتف الأستاذ هاني خرشد المنسق الصحفي لحركة 6 أبريل. أرى الدكتور اللواء يعني أحمد عبد الحليم يدون ملاحظات ويود التعليق، تفضل سيادة اللواء. يعني أولا عدد من الأمور، أولا الثورات حين تقوم